في البداية بقى عايزين نعرف مشاهدينا أولا يعني إيه ورم ليفي وأسبابه إيه؟ أوكي، أول حاجة أنا عامل فخ صغير في عنوان الحلقة اللي هو ورم ليفي. ما اسموش ورم ليفي، اسمه تليف. عايز الكلمة دي تبقى في ذهننا دايما، ما اسموش ورم ليفي، لأن كلمة ورم بتخض ناس كتيرة جدا. لا، هو في الإنجليش لو احنا فسرناه هو اسمه فايبرويد، اسمه تليف، هو عبارة عن نسيج ليفي موجود في الرحم. بعض الكتب الطبيه دلوقتي بتكتب ان التليف دوت يعتبر فايندينج طبيعي او حاجه طبيعيه موجوده في الرحم بتاع السيده. هقول لكم اخر احصائيه طالعه في رويال كوليدج ان 3 لكل 5 سيدات في اي فتره في عمرهم هيظهر لهم تليفات. 3 لكل 5؟ 3 لكل 5. طب ما دي نسبه كبيره. ما هي نسبه كبيره، بس هو التليف بقى ايه؟ انا هشبه الناس حاجه، عشان كده انا اكدت يا جماعه ايه اسمه تليف، ما اسموش بقى ورم ليفي. طيب. رغم ان انا اللي قلت انا كنت متعمد ان انا اسم الحلقه تبقى اسمه الاورام الليفيه. عشان بس احنا عايزين نبرز الخطأ عشان نوضح الصواب، اسمه تليف. ده يعتبر دلوقتي فايندينج طبيعي في سيدات كتيرة جدا. لو جبت 5 سيدات ماشيين في الشارع كده، فايندينج طبيعي، طبيعي ان في سيدة يبقى عندها تليف، ما نخافش منه. المشكلة في التليف ايه؟ اول حاجة التليف ان هو يقلب بمرض وحش شبه مستحيل، عشان بس نبقى مطمئنين، لان دي اكتر حاجة بتخوف السيدات. يعني ما يقلبش بأمراض خبيثه. ما ياخدناش بقى لا قدر الله الاورام السرطانيه. لا 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 خالص، ده باثولوجي وده باثولوجي. في حالات شديده الندره ممكن يحصل فيه تغيرات عشان يقلب بورم خبيث. جايز اقول لك ان خلايا الرحم قابله ان هي تقلب بحاجه خبيثه اكتر من التليف. جايز هم ليه سموه بس تليف؟ بصي اسمعي الكلمه، التليف ديت عباره عن نسيج ليفي زي نسيج خشبي، هو اسمه فايبرويد، جاي من فايبرس تيشو، عباره عن نسيج خشبي. يعني بعض الخلايا بتاعه الرحم، الجدار الرحم، بتبتدي تتغير في الشكل وتتحول لنسيج ما بيطلعش اوعيه دمويه، ما بيطلعش خلايا سليمه، ويبتدي يترسب على شكل دائري كده. فاحنا حتى لما بنشوفه في الموجات فوق الصوتيه ليه منظر واضح جدا، تلاقيه شكل دائري كده، خلايا دائريه او خطوط دائريه. بعد كده بتبتدي تزيد وتكبر وتكبر. شوفي ستر ربنا بقى بيعمل ايه، كل ما بتكبر بتلاقي الخلايا لان هي في شكل دائري بتبتدي تعمل نفسها كبسول، فتلاقي هو كانه كابسوليتد، كانه عارفه زي البيضه كده مقفول عليه. في بعض الاحيان بقى التليف ده ليه مشاكله. يعني احنا ما قلناش ان هو حاجه، احنا بنقول ما هو ده اسبابه ايه. ده سؤال مهم جدا. اسبابه ايه؟ هسالك سؤال يا مها، وبرده احنا دايما احنا اتفقنا على الصراحه دايما، وانا عايز الناس بس يفهموا الكونسبت بتاع الطب بشكل عام. تمام. الطب، وهفاجئكم بالكلمه دي، مفيش مرض له سبب ومفيش مرض له علاج. حضرتك قلت ده قبل كده برضه. وانا باكد عليه. وانا مقتنع بده تماما. الضغط ملهوش علاج، بناخد دواء ضغط طول عمرنا. السكر ملهوش علاج. امال ايه فايده الادويه؟ لا، فايده الادويه ان هي تسيطر على المرض او تسيطر على المشكله. وفايده الطب ان هو بيقدر يتجنب حدوث المشكله في بعض الاحيان، او يقلل من نسب حدوثها او نسب مشكله. فلازم نبقى فاهمين الكونسبت ده. لو احنا بنقول ان احنا الحمد لله رب العالمين مش هنكون عرضه، حضرتك قلت بتقول الحالات النادره. تمام. بصي 3 ل 5، لكن اكيد عفوا في تاثير ممكن لا قدر الله. طب هو مش هيسبب الحمد لله اورام، فنطمن. دي نركنها على جنب. تمام. لكن اكيد في تاثير لظهور التليف اللي حضرتك بتتكلم عنه. برافو عليكي. في 3 تاثيرات سلبيه للتليف او وجود التليف. اللي هي السايد افكتس. السايد افكتس هو ممكن يسبب ايه؟ لو ما سببش الثلاث حاجات دول، احنا بننصح السيده سيبيه وتابعيه، مفيش مشكله خالص، ان شاء الله حتى سيبه 20 سنه. افضل تفضل عايشه بالتليف ده 100 سنه ولا في مشكله، طالما مش عامل الاعراض اللي انا هقول عليها او الثلاث مشاكل اللي انا هقول عليها. وخلي بال حضرتك ان بعد الغذاء بتاع التليف هرمون. يعني بعد انقطاع الطمث عند السيده تلاقي التليف ده بيضمر وشكرا وباي باي. التليف بقى ممكن يعمل ايه؟ 3 حاجات. لو السيده في فتره الانجاب اللي هي عشرينات وثلاثينات، وعلى فكره هو ممكن يظهر في سن صغير وممكن يظهر في سن كبير عادي. طبعًا. جدا. اوكي، احنا قلنا ما نخافش، 3 ل 5 سيدات بيظهر لهم وده فايندينج طبيعي. انما لو عمل الثلاث مشاكل دول لازم نتدخل. اول حاجه لو هي في فتره الانجاب، هو موجود التليف بصرف النظر عن حجمه قد ايه، ممكن يكون مكانه في حته في الرحم قافله السكه لحدوث الحمل. يعني ادي الرحم اهو، وهنا الانبوبتين، في تليف صغير 2 سنتي على الانبوب، على مدخل الانبوب، فيقلل لي فرص الحمل. يعني ده ما بيتمش اكتشافه الا من خلال كشف او اشعه. بص، اكتشاف التليف بيجي ازاي؟ اولا انا لسه كنت بقول العرض الاول، العرض الاول ده غالبا بيكتشف بالصدفه. يعني سيده جايه عندها تاخر حمل وهي مش عارفه في ايه، فبنكتشفه بالصدفه. طيب انا لسه هقول الثلاث اعراض وهنتكلم عليهم باسهاب. تمام، اتفضل. اول حاجه ان هو ياثر على فرص الحمل. ثاني حاجه ان هو لو مكانه جاي، خلي بالك لو تليف 10 سنتي خارج الرحم من فوق كده، يعني تخيلي دي الاوضه اهي، لو التليف ده بره في السقف ما يأذنيش، وحتى لو كبير.
انما لو تلف صغير على جدار الرحم من جوه هنا ممكن يسبب نزيف متكرر، وهنا طبعا دي اكبر مشكله بتواجهنا مع التليفات. ده ممكن يكون من اسباب ده عند البنت او المتزوجه، يعني الغير متزوجه او سيده ملهاش دعوه. ملهاش دعوه. ثالث حاجه بقى ودي برده مهمه جدا، ان التليف لو كبر او وصل لحجم معين بيبتدي يتقل عضله الرحم نفسها، بيتقل على الرحم وبيتقل على العضلات وبيعمل الم سخيف جدا في الظهر. فدول الثلاث حاجات اللي بتدعو للتدخل، اختارهم واهمهم النزيف. طيب. ده اللي بيؤدي بقى ممكن لا قدر الله اسهال الرحم في بعض الحالات. ما هي دي بقى النقطه، انا طبعا انا بتكلم ان جنرال دلوقتي، هكلمك بس على الطرق العلاجيه، احنا لسه شويه عشان نتكلم على الطرق العلاجيه، بس انا عايزه اوجه الناس لنقطه مهمه جدا. اتفضل. ان مش المشكله في حجم التليف، ومش المشكله في التغيرات، في بعض التغيرات بتحصل في التليف، خلي بالكوا التليف نفسه من جوه ساعات يدوب، ساعات يعمل الم، ساعات يحصل فيه تجمع دموي، كل الحاجات دي الدكتور هو اللي بيتابعها. المشكله في مكان التليف. يعني احنا عندنا ثلاث اماكن للتليف ممكن يبقى موجود فيهم، اول حاجه على الجزء الخارجي من الرحم وده اقلهم اضرار. تاني حاجه لو هو في الجدار، خلي بالكوا الرحم عباره عن عضلات وحاجه اسمها جدار الرحم الداخلي، لو هو في النسيج العضلي بتاع الرحم ممكن يسبب الم مش اكتر. انما اسوأ انواع التليف اللي هو موجود على جدار الرحم الداخلي، هو ده اكتر واحد يسبب نزيف متكرر حتى لو حجمه صغير، وده اكتر واحد يسبب مشاكل. حضرتك بتقول مهما كان حجمه حتى لو صغير ممكن يعمل لي مشكله، يعني في سيده يبقى التليف عندها 2 سم وسيده 10 سم، اشيل ال 2 سم وال 10 سم ده اسيبه؟